في هذا اليوم ترتقي القضية الفلسطينية إلى مستوى أعلى. اليوم هي ليست موجودة فقط على جدول أعمالنا هنا في مدينة الناصرة، إنما هي موجودة على جدول أعمال العالم كله. في كل دقيقة نسمع عن دول أخرى تضيف صوتها إلى جانب قبول فلسطين. في اعتقادي أن هذا مشهد عظيم يجب أن يشكل رافعة لاستمرار النضال لإنهاء الاحتلال والاستيطان والحصار على غزة. نحن اليوم نعتبره يوم عيد للشعب الفلسطيني، ونهنئ شعبنا الذي توحد بكل أطيافه وكل تنظيماته وكل فصائله حول هذا المطلب الذي قدم للأمم المتحدة. والمعركة ما زالت أمامنا، لكن اليوم تحققت خطوة نوعية بامتياز. شكراً.